يعتقد أن جذر الشجرة يتحرك بسبب شيء غامض، ولكن في الحقيقة، أهلاً وسهلاً بحضراتكم أعزائي المشاهدين. كل المخلوقات التي خلقها الله عز وجل لها طابع خاص بها، فلكل حيوان طريقة في التواصل مع الحيوانات الأخرى ومع البشر، وكذلك له طريقة في أكله وشربه، وأيضاً طريقة في تكاثره. تريدون أن تعرفوا أكثر؟ تابعوا معنا هذا الفيديو والذي سنتحدث فيه عن عدة حيوانات لهم طرق في التزاوج بطريقة غريبة وعجيبة. ولكن قبل البدء، لا تنسوا الاشتراك في القناة وكذلك الإعجاب بالفيديو وتفعيل جرس الإشعارات ليصلكم كل ما هو جديد. 7. ثعبان الكوبرا. انظروا إلى هذا، كيف تحرك جذر الشجرة هذه بهذه الطريقة؟ إنه أمر عجيب حقاً، هيا بنا ننظر إليه عن قرب. اتضح أنه زوجان من ثعبان الكوبرا يتزاوجان. عندما تتزاوج الثعابين الكبرى تبدو وكأنها تتعارك، ولا يعرف من الذكر من الأنثى. هذه هي طريقتهم في الزواج، إنها طريقة عجيبة وفريدة حقاً. فمع أنهم يتحركون كثيراً وبطريقة غريبة، إلا أنهم لا يشعرون بالدوار بسبب هذه الحركة. بالتأكيد لا يشعرون بشيء غير الزواج. 6. القرش والدلافين. هل رأيتم زواج القرش من قبل؟ من الممكن أن يكون منكم من رآها، ولكن الغالبية لم ترى ذلك. من وجهة نظركم، هل يمتلك القرش عضواً ذكرياً طويلاً أم ماذا؟ فهل هو مثل ما يوجد عند الذكور من البشر أم ماذا؟ في الحقيقة يوجد مثله عند القرش، ولكن شكله مختلف، فيوجد أسفل ذيله عضو تناسلي خاص بالزواج. انظروا لهذا الفيديو، وليس القرش فقط من يفعل ذلك، فإن الدلافين تفعل نفس الأمر، فهم يحتضنون بعضهم البعض. 5. الحلزون. بعد أن تكلمنا عن الدلافين والقرش، الآن نريد أن نفكر، ما هي الطريقة التي يتزوج بها الحلزون؟ الأمر هنا مختلف وعجيب، ولا يعرفه كثير من الناس. عند زواجهما، فهما يحتضنان بعضهما البعض، ولا تدري من الذكر من الأنثى، فكلاهما لديه مثل قضيب خاص به، ويتم الاتصال الجنسي من خلاله. فهل رأيت مثل ذلك من قبل؟ الأمر محير ومدهش حقاً، أليس كذلك؟ 4. الأخطبوط. الأخطبوط، كيف تزوج الأخطبوط؟ هل تتخيلون كيف يتم الزواج بين هذا الكائن؟ في الحقيقة لديه أرجل كثيرة ولديه أذرع، من الصعب تخيل طريقة زواجه. انظروا إلى هذا الفيديو، فهو يوضح كيفية الزواج، ومع أن هذه الأرجل تعيقهم بعض الشيء، إلا أن الأمر سهل. 3. العناكب. انظروا إلى هذا الكائن، هل تعلمون ما هذا؟ إنه يبدو وكأنه عنكبوت، ولكن شكله غريب قليلاً، أليس كذلك؟ في الحقيقة هما ذكر وأنثى من العناكب، والآن يحبون بعضهما البعض. فأيهما الذكر وأيهما الأنثى؟ الذكر دائماً يكون حجمه أصغر من الأنثى، والغريب في الأمر عندما ينتهون فإن الأنثى تقوم بأكل الذكر. دائماً هذا الأمر يتم بعد الزواج، فتأكل الأنثى الذكر، وذلك ليتغذى أولادها جيداً. ولكن هل توجد طريقة أخرى حتى يعيش الذكر؟ أظن لا. 2. النمل. هل ترون هذا النمل كله؟ هل يا ترى يتعاركون أم يتزاوجون؟ وهل يوجد كل هذا العدد من الذكور لكي يتزوجون؟ الزواج في النمل أمر لا نستطيع نحن فهمه من هذا الفيديو، فما هو رأيكم أنتم وما الذي فهمتموه؟ أخبرونا بالتعليقات. 1. طائر الطنان. هل رأيتم الطنان يطير من قبل؟ من الممكن أن تكونوا قد رأيتم طريقة طيرانه على اليوتيوب أو التلفاز، فهو يطير بطريقة غريبة إلى حد ما. تخيلوا كيف يتزوجون؟ هل مثل ما يطيرون؟ هيا بنا نشاهد فيديو زواجهما معا. يظهر في الفيديو وهما يتزوجان وهما يطيران أيضا، ولا يتوقفوا عن الطيران. تشعر وكأنهما يرقصان، زواجهما ممتع جدا. على كل، نكتفي بهذا القدر اليوم يا شباب. إلى هنا أعزائي المشاهدين، نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. شكرا لحضراتكم على حسن المتابعة. إلى اللقاء.